سويت لكم محشي ملفوف حصوصي يضرب في المخ، أنا بصراحة من عشاقه، ولسهل المهمة قدر الضغط هم إلك من قصر الأواني. هذه الملفوفة خذي المفلطحة، راح نشيل هذا الجزء وراح نسلقها، في ناس تفرزنها، أنا أفضل السلق. سلقيها تقريبا 15 دقيقة وراح تكون جاهزة. الآن جهز الحشوة، عندي هنا كمية حلوة من زيت الزيتون، حطيت البصل لين يذبل وياخذ له لون حلو، أضيف عليه الثوم وأقلب شويات. بعد كذا لما تطلع ريحة البصل مع الثوم أضيف الطماطم ومعجون الطماطم. ضروري نحمس مرة مضبوط لما نضيف معجون الطماطم علشان ما يعطينا شوية حموضة في المعدة. أول ما تشوفين الدهن بدأ يطلع من المعجون أضيفي الرز، بس مغسول بدون نقع، رز مصري طبعا. أضيفي عصير الليمون، أضيفي دبس الرمان، وأضيفي الملح، وأضيفي بهاراتك كلها، طبعا البهارات مكتوبة لكم في الأسفل، ونحرك شويات. راح نضيف شوي موية، مقدار تقريبا نص إلى 3/4 كوب موية، ونغطيه دقايق بس يتشرب الموية. راح أطفي عنه وأضيف الورقيات، البقدونس والنعناع والشبت، وأقلبهم شوي وراح تصير حشوتي جاهزة. هذا الجزء القاسي من الملفوف نشيله، وإذا كانت كبيرة راح أقصها إلى قسمين وأبدأ أحشيها بهذا الشكل. راح نحط في القاع الورق الزايد، وراح أضيف حبات الملفوف، حبيت أني أحشي شوية فلفل أيضا وحطيته عليه. نجهز التسقية، هذه الموجودة قدامكم، حطيت معجون الطماطم، عصير الليمون، زيت الزيتون والبهارات، وأضيف عليها مقدار الموية، أيضا مكتوب لكم السقو في الأسفل، ونضيفها على قدر الضغط، وأضيف الثقل بس يكون الموية تغطي بس المحشي. راح أضغطه فقط 15 دقيقة، بعد 15 دقيقة راح يكون جاهز. ما شاء الله تبارك الله، لذيذ وذايب ومستوي، شي في المخ، جربوه.